السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. كنا اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا عن المد وعن التايبس اوف مد. اتكلمنا في التايبس اوف مد عن السباد مد وعن الايمالشن مد. النهارده هنتكلم على نوعين آخرين من الطفلة، وهنا بقى نكون بدأنا أنواع الطفلة اللي بتستخدم في الشيل. أول نوع النهاردة هنتكلم على مصطلح أو كاتيجوري كبير أوي اسمه Low Solids Non Dispersed Polymer System أو Low Solid Non Dispersed Mud. يعني من خلال الاسم كده Low Solids معناها إن هي نسبة السوليدز اللي بتخش فيها قليلة جدا، وده نتيجة إن إحنا بنستعوض البوليمر عن البنتونايت. أوكي، لو أنت مثلا بتاخد اليلد بوينت من البنتونايت أو بيعلي لك الجيل سترينث واليلد بوينت، فاحنا هنا بنستعوض عنه بالبوليمر، وبالتالي تركيز البنتونايت اللي هو كان بيبقى 35 باوند او 30 باوند بير بارل بنقلله لحد 1 باوند بير بارل، وبالتالي بنخش هنا في كاتيجوري بنسميه لو سوليد، يعني نسبه سوليدز قليله. نون ديسبيرزد يعني ما بتنتشرش او ما بينشطرش في الطفله اللي احنا بنستخدمها في عمليه الانهبشن، يعني بوليمر، لان معظم الطفله بتبقى بيستخدمها من البوليمرات سيستم اللي احنا عارفينه. فبنقول اهو The majority of the water-based mud systems today are polymer-based. معظم الطفلات النهاردة اللي احنا بنستخدمها بالذات المستخدمة لحفر الشيل كلها polymer-based، يعني بنستخدم البوليمر كنوع أساسي فيها. ايه ميزة الميزات بتاعت low solid non-dispersed mud؟ أول ميزة بنقول إن هو greater degree of inhibition than a dispersed mud، يعني بيبقى في درجة عالية من الانهبيشن للشيل عن الطفلة اللي هي الديسبيرزد أو عن الاسباد مد، لأن طبعا الاسباد مد ده بيستخدم فيها مية فريش، وبالتالي المية الفريش ديت ما بتساعد الشيل كمان إن هو يحصل له سويلنج وينتفخ وغيره. تاني حاجة فليكسبيليتي، طفلة فليكسبل في البارامترز بتاعتها، يعني إلى حد ما بتحس إن هي تقدر تتحكم فيها بسهولة، يعني مش زي الاسباد مثلا ممكن تعجم منك وما تعرفش تفكها وغيره أو كده. ثالث حاجه اللوجيستكس، اللوجيستكس يعني طريقه الهندله بتاعتها. لك ان تتخيل ان انا مثلا على سبيل المثال هحتاج اعمل 1000 برميل طفله سباد، فاضرب في 30 يبقى 30 باوند في 1000 ب 30000 اقسمهم على 5، يعني هتحتاج حوالي 6 بيج باج، يعني شكاير كبيره قوي، واخد بالك؟ انما انت لما تيجي تضرب 1 باوند بس او 1 باوند في 1000 يديك 1000 على الشكاره 55، فهتلاقي يديك حوالي باليته واحده من ال، هيديك مثلا باليتا او اقل كمان من الاكس سي بوليمر. فبالتالي اللوجيستكس يعني طريقه الهندله بتاعتها اسهل بكتير من السباد مد او الهاي سوليد مد يعني. طيب نمبر 3 ليس دامجنج تو ذا فورميشن، طبعا ما هي ما فيهاش نسبه سوليدز، نسبه السوليدز فيها قليله قوي، وبالتالي ما بتتدمرش الفورميشن بتاعتك بعكس حاجه زي البنتونايت او امور اخرى. انكريز الار او بي، طيب احنا زي ما اتفقنا قبل كده يا جماعه قلنا ان الار او بي بيتاثر بعوامل كتيره قوي من اهمها نسبه السوليدز اللي موجوده في الطفله. طيب اما وان نسبه السوليدز قليله، فبالتالي نسبه الار او بي او الريت اوف بنتريشن هيكون عالي. اوبتيمم ريولوجيكال كاركترستكس، نتيجه برضو ان انت عندك اليلد بوينت وتقدر تتحكم فيه بسهوله لو حبيت ترفعه وتنزله بسهوله، انما مثلا الجيل سترينث بتحتاج حوالي 6 او 8 ساعات عشان توصل للجيل لو انت بتحط سبوت مات. Resistance to a contaminating ions، الحقيقه يعني ان الطفله دي برضو بتبقى الى حد ما بتقاوم شويه الكالسيوم يعني، لكن في برضو انواع ثانيه ما بتقاومش، يعني ده مش سبب قوي يعني. طيب ايه اكبر عيب بقى؟ ايه اكبر عيب بيواجه الطفله ديت؟ Some polymers are attacked by bacteria. اتفقنا يا جماعه ان البوليمرز دي معظم اللي احنا بنستخدمه ناتشرال، خلاص ناتشرال ده يعني جاي من الطبيعه، بيبقى حاجه اسمها بوليساكرايدز زي الستارش، زي جاي من البطاطس، من النشا، من الحاجات دي كلها. فالحاجات دي لما بتضاف عليها ميه بيحصل لها البكتيريا بتهاجمها وممكن تبوظها، فبيبقى عيب كبير قوي من انواع الطفله، وبالتالي لازم تحط باكتريسايد او باكترون 54. تمبريتشر ليميتيشنز اوف ذا بوليمرز، احنا اتفقنا ان بعض البوليمرز ما بتستحملش الحراره العاليه، وبالتالي كل بوليمر ليه حراره حدها وبيوقف. على سبيل المثال الستارش ليه مثلا لحد 180 فهرنهايت، بعد كده تخش بقى في مرحله الباك، الباك مثلا لحد 220، اعلى من كده تخش في الريزنكس وهكذا.
رقم ثلاثة، polymers are more expensive per sack. طبعا احنا اتفقنا ان شكارة البوليمر الواحدة اكس سي مثلا بوليمر ما يعادل 130 دولار، انما مثلا البنتونات الشكارة ب 5 دولار، ففرق كبير طبعا. requires care in mixing procedures. هنا تاخد بالك من النقطة دي قوي. تخيل انت معايا البوليمر ده، ولما نتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل، البوليمر ده بيبقى عباره عن حاجه مثلا زي السكر كده، ونزعت منه الميه اللي هي بولي ساكرايدز في الاساس او النشا او غيره، عملت لها معالجه حراريه وفصلت عنها الميه او نزعتها منها نزع كده، وبالتالي حضرتك مجرد ما تبدا بس تكبها في الميه فهتلاقي السطح الخارجي يقفش الميه على طول ويختزن جواه بودره جافه. دي بنسميها فيش ايز، يعني هو اتكون فيش ايز، وبالتالي هنا الفيش ايز دي لو اتكونت ممكن تسد لك اللاينز بتاعت البامبنج، ممكن تسد لك السكرين بتاعت البامب، ممكن تعمل لك مشاكل كتير قوي، تبوظ لك الام دبليو دي تول مثلا، تفاير البلسر بتاعها، يعني ممكن تعمل لك مشاكل. فبالتالي هو بيحتاج ريكوايرز هاي كير ان ميكسنج بروسيدجر، لان انت بتحتاج تضيف الشكاره بلس اور ماينس 5 او 10 دقائق على الاقل. طيب ايه بقى الاديتيفز اللي احنا بنستخدمها فأي طفله نون ديسبيرزد بوليمر ماد؟ نون ديسبيرزد دي زي ما اتفقنا ممكن تكون ايه، ممكن تكون كي سي ال بوليمر، ممكن تكون ان اي سي ال بوليمر، ممكن تقول اي نوع من الانواع دي خلاص. طيب ايه الاديتيفز بقى؟ عادي جدا زيها زي اي حاجه خالص، انت بتعالج البي اتش بتاعتك كمكونات عن طريق انك بتحط لها كوستك صودا او كوستك بوتاش، تمام؟ بتظبط يعني اول حاجه بتحط الميه، وبعدين الكوستيك صودا، الصودا اش عشان تتغلب على الكالسيوم والمغنيسيوم، علشان تتغلب على الكالسيوم، تمام؟ طيب بعد كده بتحط الفلويد لوس ريديوسر بتاعك، بس هنا معظم الانواع عندك اهو ستارش، ممكن تحط باك ال في يعني لوفس، لوفس كوست يعني سي ام سي، او سي ام سي ده نوع برضو من الفلويد لوس اسمه كاربوكسي ميثايل سيلولوز، لوفس كوست برضو يعني نفس الشيء، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للفلويد لوس ريديوسر. بالنسبه للفسكوستي بقى بتعملها بتظبطها منين؟ في عندك زنسان جام، ممكن تحط اكس سي بوليمر، ممكن تحط بارازان ديوفيس، ايا كان النوع اللي هو انت عايزه. لازم خد بالك معايا من السيكونس والترتيب كالاتي، خد الميه وهي فريش الاول، وبعد كده حط عليها كوستك صودا وصودا اش، بعد كده حط الفلويد لوس ريديوسر او البوليمر اللي هو زي الستارش او الباك او كده، وتضيفه برده على الميه الفريش. ليه؟ ان البوليمر بياخد الماكسيمم افيشنسي بتاعته، او انت بتاخد الماكسيمم افيشنسي بتاعتك من الفلويد لوس ريديوسر او من البوليمر بتاعك لما ينضاف في ميه فريش. انما لو تحطه في ميه مالحه بيبقى مثلا، او في ميه بحر بتبقى فيها هاردنس، لا بتاثر معاك وما بتاخدش الماكسيمم بتاعك من الماكسيمم بارامترز بتاعتك من البوليمر يعني. طيب بعد كده نفس الشيء بتحط الاكس سي بوليمر على الميه الفريش، لحد دلوقتي الدنيا تمام. ثم بعد كده بتحط بقى الانهيبيشن بتاعك، اذا كنت هتحط مثلا ان اي سي ال، اذا كنت هتحط كي سي ال او سي اي سي ال 2، او مثلا ايا يكن بقى نوع الانهيبيشن استخدمه، جبسم لايم سولت انكابسوليشن مثلا، او تحط مثلا ايه الباك، ايا يكن شوف انت الانهيبيشن ايه اللي هتستخدمه. تمام؟ فاحنا بنقول هنا ايه؟ لو انت مثلا كمان عايز مثلا انت عندك البوليمر دايما بيتاثر بالبكتيريا، فبتاخد معاك دايما بكتيريسايد، تمام؟ طيب خد بالك برضو ان اي نوع طفله ووتر بيز ماد انت بتحتاج تحط لها من 5 ل 10 باوند على الاقل بنتونايت علشان تظبط الجيل بتاعك. فهو فبقول لك احيانا سام تايمز ا ليتل بري هايدريتد جيل اللي هو البنتونايت يعني از ادد انستيد اوف بوليمر. ليه الكلام ده؟ عشان تو جيف فيسكوستي ات شيبر برايس. ولحظه واحده يا جماعه، عذرا. بنقول ان احنا ليه بنستخدم احيانا بعض البري هيدريتد جيل مثلا احيانا بنضيفها ليه؟ علشان تديك فيسكوستي بسعر قليل، وفي نفس الوقت برضو تدي لك تقلل لك الفلويد لوس، لان برضه هي بتعمل جود فلتر كيك لانها فيها سوليدز، وفي نفس الوقت ان هي برضه بتعمل لك جيل. فاتليست اي طفله ووتر بيز ماد هتلاقي فيها نسبه بنتونايت من 5 ل 10 باوند بالبر. طيب الميكسنج بروسيجرز زي ما حكينا مع بعض اهو، اول حاجه خالص دايما نحط الميه،
بعد كده اعمل ادجاست البي اتش تو ميك الميك اب ووتر، زي ما اتفقنا كلمه ميك اب ووتر يعني بسم الله الرحمن الرحيم ميه كوستك سودا سودا ايش على طول كده خلاص. ثم بعد كده هتضيف الفلويد لوس ريديوسر اهو على ميه فريش، ونقول الشكاره الواحده بتاخد 15 دقيقه على الاقل. بعد كده بتحط الاكس سي بوليمر اهو، برضو الشكاره من 15 ل 20 دقيقه على الاقل. وبعد كده تحط بقى ايه الملح مثلا بتاعك او ايا يكن، شوف انت عايز تحط اي نوع من الانيبيشن. بعد كده تحط البكتيريسايد، ثم في الاخر بتحط البرايد خلاص. طيب نقول برضو من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لكلمه لو سوليد ايه هي بقى؟ اي طفله لو سوليد اللي بتتقال عليها لو سوليد ده يا جماعه يعني لازم يكون داخل فيها ملح. ليه؟ اتفقنا ان الملح ده بيرفع وزن الطفله عن طريق بيرفع وزن الطفله، يعني زيه زي مثلا ما تيجي تحط ميه وعليها ملح فبتلاقي وزنها ارتفع خلاص. اذا الملح بيرفع الوزن وبالتالي بيقلل لك نسبه البرايت اللي انت هتستخدمها علشان ترفع الوزن اللي انت عايزه، ان هو الملح رفع لك الوزن شويه خلاص. واداك وظيفه ثانيه مثلا وليكن كي سي ال مثلا اداك شيل انهبشن او ان سي ال مثلا ظبطت لك الاوزموتيك فينومينا او اي حاجه من الحاجات دي تمام. فالكي سي فالملح رفع معاك شويه الوزن ثم قلل بقى نسبه، يبقى كده هيقلل لك نسبه البرايت اللي انت هتستخدمها او الكالسيوم كربونيت اللي انت هتستخدمها، وبالتالي هتلاقي نسبه السوليدز اقل ما يمكن معاك في الطفله، وبالتالي تلاقي الطفله ماشيه معاك زي الفل تمام. فدي حاجه حلوه جدا يعني. طيب في الاول خالص بنقول لما نيجي نستخدم البوليمر، اما تيجي تستخدمه لازم توسع السكرينات، لازم توسع السكرينات او تستخدم دوز قليله من البوليمر وتضيف الباقي اثناء الدريلنج. ليه؟ لان البوليمر في الاول بيبقى متلج يعني بيبقى متجمد كده يعني مش مشير، it is not sheared لسه يعني، فبالتالي بتلاقيه بيحصل سكرين بلايندنج يعني تلاقيه بيتجمع على الشيكر كده، وتلاقي الشيكر عمال يرمي على الاخر اول ما تبدا تعمل ديسبليس. يعني انت في اول طفله الوتر بيز مد البوليمر مد، وانس انك عملت ديسبليس لازم تكون حاطط السكرينات بتاعتك كورس واسعه، والا هتلاقي الطفله كلها وبتقع منك خلاص. اد اديشنال بوليمر از دريلنج بروسيس. طيب الانجينيرنج كومنتس بقى يا جماعه ناخد بالنا منها، يعني وانت بترن الطفله دي المفروض تاخد بالك من ايه؟ اول حاجه ديسبليس تو ا نيو مات سيستم افتر دريل اوت سيمنت. ليه بقى بعد السيمنت؟ هناخد ان شاء الله في كونتامينيشن ان الاسمنت ده مصيبه سوداء، بيرفع البي اتش، بيرفع الجل، بيعلي الكالسيوم، يعني مشكله الاسمنت ده حاجه كبيره قوي. وبالتالي احنا لا نحفر الاول بالطفله القديمه ونعمل شورت سيستم، وبعد كده نضم بالطفله ديت بعد ما نحفر الاسمنت نضم بالطفله دي ونعمل ديسبليس طفله جديده، ونبدا ده كل اللي هنحفره ما يجيش 25 قدم فوق الشو، ونحفر بقى الشو ونكمل نخش في النيو فورميشن قبل ما نعمل جوب البي اي تي او البريشر انتجريتي تيست ماشي. طيب افكت اوف سيمنت كونتامينيشن ويل بي وورس ان فريش ووتر سيستم. طيب دلوقتي يا جماعه لو فرضنا بعض الكومباني مانيه يقول لك دلوقتي انا السكشن انا بس دلوقتي مثلا بحفر في ديب، يعني مثلا بحفر في ديب دون 10000 15000 حاجه كده يعني بعيد خالص، فانا مش هعمل ديسبليس لكل الطفله اللي فوق دي. فهقول لك ساعتها هنحفر بالاسمنت، هنحفر الاسمنت بالطفله غصب عننا. فساعتها بقى تعمل ايه؟ لازم داوني بالتي كانت هي الداو. الاسمنت بيعلي البي اتش وفي نفس الوقت بيعلي الكالسيوم، لازم اضرب عصفورين بحجر واحد، وهو ان انا اضيف له حاجه اسمها صوديوم بايكرب او صوديوم بايكربونيت. دي بتقلل البي اتش وفي نفس الوقت بتقلل نسبه الكالسيوم، وبالتالي بعالج بيها الاسمنت خلاص. الحاجه الثانيه اللي ممكن اضيفها برضه بضيف حاجه اسمها سيتريك اسيد. واخد بالي ان ماد لوسز ات ذا شيكرز ار لايكلي اف كورس سكرينز ار نوت فيتد. سوري يا جماعه. نرجع تاني يا جماعه للانجينيرنج كومنتس، فبنقول هنا ان المد لوسز ات ذا شيكر ار لايكلي اف كورسر سكرين از نوت فيت ار نوت فيتد، يعني لو انت مش مركب كورسر سكرين هتلاقي عندك في مد لوسز عاليه على الشيكرات. طيب فبنعمل ايه في الحاله ديت؟ قلنا بنستخدم كورس سكرينز يعني مثلا اي بي اي 80 اي بي اي 100 بكتير قوي اول ما ابدا ستارت، وبعد كده لما الطفله تشير وتسخن ابدا احط ال 120 او ال 140 او ايا يكن السايز اللي انا عايزه. طيب كمان ممكن اقلل السيركوليشن ريت عشان اللوسز العاليه ديت، بقلل السيركوليشن ريت برضو في الاول، اور يوز لارجر سكرينز فور 1 اور 2 سيركوليشن. طيب برضو من ضمن الطفله ديت عشان اتخلص من نسبه السوليد العاليه اللي موجوده فيها واجو اهد على طول في الشغل،
كانت الطفله بتاعتي كويسه، لازم دامب اند دايليوشن، اعمل دامب ودايليوشن علشان احافظ على الكوركت سوليدز والام بي تي كونسنتريشن ما يزيدوش. طيب تمام. هو برضو ابص دايما، عيني دايما على البروبرتيز اوف برودكت ديبليشن، يعني مثلا لو الكي سي ال قل لازم اعوضه، لانه طبعا بيستهلك مع الوقت في انه يحصل يعمل بيعمل الشيل انهبيشن مثلا. لو طفله زي الان اس ال مثلا استهلكت نفس الشيء، لو البي اتش بي اي استهلك، يعني كل الطفلات البوليمر بيحصل ديبليشن بالذات في حاله الانهبيشن، فلازم اخد بالي من الموضوع ده ولازم اعوض اول باول باستمرار. طبعا الدنسان جم او الاكس سي بوليمر او اي نوع من ده بستخدمه علشان احسن اليلد بوينت واللو اند ريولوجي. واللو اند ريولوجي هنتكلم عليها بالتفصيل الممل لما نيجي نخش في الويل في الهول كليننج ان شاء الله. طيب دلوقتي يا جماعه برضو من الانجينيرنج كومنتس، خد بالك ان في الهاي ماد ويت، الهاي ماد ويت دي يا جماعه هي طفله مليانه سوليدز. تخيل انت طفله وزنها 20 بي بي جي او 150 بي سي اف، انت متخيل نسبه السوليدز فيها بتوصل ل 45%. عارف يعني ايه 45%؟ يعني مثلا تقريبا لو معاك كوبايه فحوالي نصها سوليدز ونصها الثاني ميه، يعني فانت متخيل طفله زحمه جدا السوليدز وعامله قلق قوي. فانت لو حطيت بوليمر هايفيس هيعجنها، مش هتعرف تستخدمها خالص خلاص. فبالتالي احنا دايما بنستعوض عن في الهاي ماد ويت زي ما هنتكلم عليها ان شاء الله، الات هاي ماد ويت ريبليس الهاي فيس بوليمرز وذ لو فيس بوليمرز، زي مثلا الباك في ال في وباك اتش في، سي ام سي في ال في وفي اتش في والحاجات دي كلها. طيب بوليمر ثينرز زي مثلا الاسبرزين زي الحاجات دي كلها will be required in addition to for back او البولي انيونيك سيلوز، ده نوع من الفلويد لوس ريديوسر for very low fluid loss reducer، اوكي اللي هي الفلتريت يعني ماشي. بس باخد بالي من نقطه في غايه الاهميه بقى، وهي ايه؟ وهي النقطه دي ان اي ثينر بتضيفه، الثينرز ديت يا جماعه في الاساس هي كانت عباره عن احماض، عباره عن احماض عضويه زي مثلا الليجنوسلفونات كان في الاساس عباره عن حمض عضوي اللي هو حمض الستريك مثلا، ولو عملنا له معالجه بقى سبرزين او غيره. طيب ده يا جماعه بيأثر معايا في ايه؟ في ان هو بيقلل البي اتش. فبالتالي كل اربع شكاير بضيفهم او كل اربعه باوند بضيفهم مثلا سبرزين او بضيف او كل اربعه من الثينر لازم احط قصادهم شكاره كوستك سودا او واحد باوند كوستك سودا. يبقى كل اربعه باوند سبرزين او ثينر يكون قصادهم واحد باوند كوستك سودا. خلاص؟ اخد بالي بقى من البكتيريا الاتاك، ممكن يحصل لي بكتيريا الاتاك لان ده طبعا بوليمر، وبالتالي اد انيشال كيل دوز اند ديلي تريتمنت. اد انيشال كيل دوز اند ديلي تريتمنت، وبرده عشان اعالج البكتيريا لازم ازود البي اتش بتاعتي بحوالي 10.5. خد بالك ان البوليمر بتاعك من 9 ل 11، فوق ال 11 يتحرق البوليمر، تحت ال 9 ما تعرفش تستخدمه خلاص برده يتحرق ماشي. الطفله دي برضو من عيوبها ان هي ممكن بيحصل لها فوم، فبالتالي ان انت ممكن بالذات في الان اي سي ال بوليمر يعني، فبالتالي بتضيف ديفومر واشهر نوع زي ما قلنا اللي هو الجي جي. طيب ده كانت طفله الكي سي ال. نيجي بقى لسيستم ثاني في غايه الاهميه برضو، طفله جميله جدا اسمها طفله الكي سي ال بي اتش بي اي او ما يعرف بالبارشالي هيدرولايزد بولي اكريلامايد خلاص بوليمر سيستم. ايه بقى البارشالي هيدرولايزد بولي اكريلامايد؟ ده عباره يا جماعه عن بوليمر احنا بنصنعه، اهو بكرر تاني اهو، سينثيتيك بوليمر احنا اللي بنصنعه علشان يدينا خواص معينه نستخدمها في الشيل انهبيشن تمام. فاحنا بنستخدم مزيج من الاثنين الكي سي ال مع البي اتش بي اي، مزيج مع بعض عشان يعمل مور انهبيشن للشيل خلاص. في برضه حاجات في مثلا طفله جديده قوي استخدموها اسمها بي اتش بي اي مع كي سي ال مع بولي امايد، يعني انواع مختلفه من الانهبيشنز بتحطها مع بعض عشان تزود الانهبيشن للشيل عشان تحاصره وما يعملكش اي مشاكل. طيب ايه بقى الادفانتج بتاع الطفله دي؟ اول حاجه ان الطفله دي لو سوليد انهبيتيف مود بيتر جيج هول. يعني ايه بقى جيج هول يا جماعه؟ كلمه جيج هول يعني انت مثلا بتحفر 8.5 تلاقيه 8.5، ما تلاقيش 9، ما تلاقيش مثلا 10 ولا تلاقيه 7، تلاقيه مظبوط يعني اسمه جيج ماشي. فليه هو جيج هول؟ لان حضرتك البي اتش بي اي ده بيعمل انكابسوليشن للشيل، وبالتالي هو بيترسب على الجدار الخارجي للبير او يا رب الجدار الداخلي للبير خلاص،
وبالتالي بتلاقي حضرتك مع الوقت ان هو ظبط لك يعني ما سمحش بوجود تفاعل بين الميه وبين الشيل، وعمل سويلنج مثلا او عمل اي حاجه تانية، فبالتالي عمل لك بيتر جيج هول. استابلايزز بيعمل استابلايزيشن للشيل باي ريبليسنج صوديوم وذ بوتاسيوم ايون اون اكستشينج سايت. زي ما قلنا يا جماعه في طفله الكي سي ال الميكانيزم بتاعها ايه؟ طفله الكي سي ال لما نيجي نتكلم ان شاء الله على الانهبيشن بعد ما نخلص التايبس اوف ماد، هنتكلم على الانهبيشن درس لوحده اسمه انهبيشن يعني، تمام؟ فمن ضمن الانهبيشن بنقول طفله الكي سي ال دي طفله انهبيشن. ليه؟ لان حضرتك بيحصل حاجه اسمها كاتايون اكستشينج ما بين الصوديوم والبوتاسيوم على السطح الخارجي للكلي، تمام؟ طيب ثالث حاجه ال PHPA minimize يعني بيقلل الديسبرجن في قلب الطفله نتيجه وجود الانكابسوليشن، وده الميكانيزم بتاع ال PHPA في الانهبيشن، تمام؟ طيب increase the solids removal efficiency. ازاي الكلام ده؟ لان احنا بنقول ان انت عندك ال PHPA بيعمل انكابسوليشن للكاتنج وانكابسوليشن للشيل، يعني بشكل عام بيعملها انكابسوليشن يعني بيخليها مكوره كده، فبتلاقي حجمها كبير السوليد وهي طالعه بتتفصل على الشيل شيكر بسهوله جدا، فبالتالي هو بيحسن السوليد ريموفال افشنسي. طيب ايه بقى الديس ادفانتج بتاعته؟ اللوبريسيتي از نوت از جود از نون اكواس فلويد. هو طبعا كنوع من الطفله مش هيبقى زي الاويل بيز ماد، فاللوبريسيتي بتاعته قليله اللي هي اللوبريسيتي ماشي اللي هي الانزلاقيه يعني. بوسيبل تمبريتشر ليميتيشن، بعض البوليمرات برضو بتاثر بالتمبريتشر ليميتيشن، بيحصل لها بكتيريال ديجريديشن. جنرالي نوت فور هاي كالسيوم انفايرمنت. خد بالك بقى من نقطه مهمه قوي، البي اتش بي اي بوليمر ده عباره عن انيونيك بوليمر. كلمه يا جماعه انيونيك لما تيجي تاخدها في الكيمياء في فرق بين حاجه اسمها انيونيك وكاتيونيك. انيونيك يعني الاشاره الخارجيه للمركب ده سالب، تمام؟ انيونيك يعني الاشاره الخارجيه موجب، خلاص؟ فلما اقول سوري اسف، انيونيك يعني الاشاره الخارجيه سالب، كاتيونيك يعني الاشاره الخارجيه موجب، تمام؟ فانت عندك دلوقتي البوليمر بتاعك اشارته الخارجيه سالب، والكالسيوم اشارته الخارجيه موجب وبلس 2، يعني كل جزء كالسيوم ياخد 2 جزء بوليمر، فبيعمل ظاهره اسمها فلوكيوليشن، بيعجنهم ويخليهم يترسبوا ويطلعوا بره السيستم، وبالتالي حضرتك لما بيبقى فيه كالسيوم بيبوظ لك اي طفل بوليمر. لذلك انا بقول دايما العدو رقم واحد للبوليمرات او لطفله البوليمر مد او الووتر بيز مد بشكل عام هو الكالسيوم يا جماعه، ناخد بالنا منه. طيب ادي بالظبط يا جماعه الصوره اهي، ادي عندك اهو ده البي اتش بي اي انكابسوليشن زي ما انت شايف كده، ادي واحنا بنحفر اهو، فبنضيف البي اتش بي اي في السكشن تانك بتاعنا عادي في قلب السكشن تانك، مش بتضيفه في اي حته، لا بتضيفه في السكشن تانك، فبالتالي بيحصل له ايه؟ بيحصل ان هو بيجي على السطح الخارجي بتاع الشيل زي ما انت شايف كده اهو، وبيعمل له عمليه الانكابسوليشن. طيب ايه الحكمه؟ وبرده نفس الشيء بيعملها على الكاتنج اهو، وبالتالي بتلاقي حجم الكاتنج كبيره وتتصل بسهوله على الشيل شيكر. طيب ازاي بقى؟ ايه هو الميكانيزم اوف ذا بي اتش بي اي؟ ايه هو الميكانيزم يا جماعه او طريقه العمل بتاعه البي اتش بي اي؟ بقول ان انت عندك جزء البي اتش بي اي ده انيونيك بوليمر، يعني اشارته الخارجيه سالبه، حلو، والكلي بتاعك اشارته الخارجيه بتبقى موجبه، نتيجه ايه؟ الكلي بشكل عام اشارته الخارجيه يا سالبه يا متعادله، ولكن هو اشارته الخارجيه سالبه بيعمل عمليه ادسوربشن، بيضمص. يعني ايه يضمص؟ يعني ياخد على السطح الخارجي بس من غير ما يخش في التفاعل الداخلي، بيضمص يعني بيعمل عمليه بيضمص جزيئات موجبه على السطح الخارجي، زي البنتونايت مثلا بياخد الصوديوم على السطح الخارجي بتاعه، او مثلا زي المونتمورلونايت مثلا يعني بياخد الصوديوم على السطح الخارجي بتاعه، او الكالسيوم مونتمورلونايت مثلا بياخد الكالسيوم على السطح الخارجي برضه بتاعه، خلاص؟ فتلاقي الاشاره بقى التوتال بتاعت الشيل او بتاعت الكلي موجبه، خلاص؟ وان عندك الاشاره الخارجيه التوتال بتاعت البي اتش بي اي سالبه لانه انيونيك، لكن في نقطه ده موجب وده سالب، ايه اللي هيحصل؟ هيلزقوا في بعض، خلاص؟ لكن في نقطة بقى، الموليكولار ويت بتاع البي اتش بي اي عالي جدا وكبير جدا، خلاص؟ فبالتالي بيحوط الشيل كأنه بيحضنه كده بالظبط، زي ما يكون بالظبط أنت عندك القلم بتاعك أهو مثلا
وانت بتحطه في جيبك، انت جيبك ده في الافرول او في القميص او في اي حاجه، والقلم اهو، القلم ده اشارته الخارجيه موجبه وانت اشارتك مثلا خارجيه سالبه، فبالتالي انت ده بتلزقه في بعض، لكن انت حجمك كبير قوي بالنسبه للقلم اللي انت بتحطه في جيبك، وبالتالي انت بتعمل له انكابسوليشن، نفس الظاهره بالظبط اللي بيعملها البي اتش بي. طيب هاو تو ميكس البي اتش بي او الاديتيفز بتاعتك. الاديتيفز اللي احنا بنستخدمها هي الاديتيفز العاديه خالص، بس الفرق كله في الانهبيشن. يعني بنعمل ميه فريش، كوستك صودا، صودا اش، فلويد لوس ريديوسر اهو زي الباك مثلا، لو فيسكوستي، يعني بتستخدم مكان فيسكوسيفاير اللي هو الباك اتش في مثلا، او الدنسان او سي ام سي اتش في اللي هو هاي فيسكوستي يعني. ثم بعد الفيسكوستي تحط ايه؟ تحط الملح. تحط ايه؟ تحط الملح زي الكي سي ال مثلا، خلاص. وممكن تحط كي سي ال زائد ان سي ال برضه بيساعد معاك، خلاص. طيب بعد كده تعمل ايه يا جماعه؟ بنحط ال ترفع الوزن بتاعك بقى بالبرايت، ولما تيجي تحط البي اتش بي اي بتحطه في السكشن تانك. باكد عليك اهو على المعلومه دي، وتبقى واخد بالك برضو مع الوقت ان هو بيحصل له ديبليشن، يعني ان هو بيستهلك مع الفورميشن، فلازم تحط المعلومه دي في دماغك ان انت كل شويه بتحط لك كام شكاره، كل ساعه كده بتعمل تريتمنت ان انت تعوض الشكاير دي، خلاص تمام. وطبعا بتحط بكتيريسايد عشان لو في بكتيريا ولا حاجه. طيب الميكسنج بروسيجر اهو زي ما قلت لك، بتزود بتحط الميه، بعد كده بتحط بتزود ترفع البي اتش بتاعك وتتخلص من الكالسيوم كوستك صودا وصودا اش. بعد كده بتعمل فلويد لوس، بتضيف الفلويد لوس اديتيفز اللي هي زي اللوفيس بوليمرز مثلا زي الباك، الشكاره في 15 دقيقه، بترفع بالفيسكوستي بالفيسكوستيفايرز مثلا من 15 ل 20 دقيقه برده الشكاره. بعد كده بتحط الكي سي ال، ثم بعد كده بتحط البرايت، وزي ما قلنا بتحط البي اتش بي اي او البولارشال هيدرولايز بولي اكريلامايد. فين؟ تحطها ببطء عند السكشن تانك او عند السكشن بيت، المكان اللي البامب بتسحب منه، خلاص. طيب بتقلل البوليمر اديشن برضو انتل افتر ديسبليسمنت، ليه؟ عشان مينيمايز السكرين بلايندنج اند بريسبتيشن اوف بوليمر باي كالسيوم. عيبنا لما بنحفر الاسمنت بيجي لنا كالسيوم كتير، فبالتالي بيبوظ لي طفله البوليمر وبيعمل لها بريسبتيشن. طيب ممكن تعمل بري تريتمنت برضو للسيمنت كونتامينيشن باستخدام ايه؟ صوديوم باي كارب او صوديوم باي كربونات. تاخد بالك بقى من نقطه في غايه الاهميه، كل البوليمرات، كل طفله الووتر بيز مان، كل الووتر بيز مان بتحتاج بي اتش عاليه ما عدا البي اتش بي اي مان بتحتاج بي اتش قليله، خلاص. وفي نفس الوقت برضو الجوار جم زي ما خدناها في المحاضره اللي فاتت بيحتاج بي اتش قليله، خلاص. فالانجينيرنج هو بيقول لك البي اتش بي اي شود اونلي بي ادد افتر سيمنت از دريلد، بعد ما تحفر الاسمنت عشان بيعلي لك البي اتش ويعلي لك الكالسيوم ويزود لك المغنيسيوم ويعمل لك مشاكل، فبعدها يبقى لازم انت ايه تعملها، خلاص البي اتش بي اي ديزاين بتاعك، تمام. طيب معلومه برضه، البي اتش بي اي هيدروليسيس ات هاي بي اتش، عشان كده بقول لك هو دايما بيستخدم في البي اتش القليله وبيديك امونيا. البي اتش بي اي كونسنتريشن شود بي مينتيند ات من واحد بحوالي 1 باوند بير باريل اكسس انفلتريت. بوتاسيوم ديبليشن لو ما بيحصل معاك الكي سي ال بتاعك بيحصل له ديبليشن مع الوقت، فبالتالي لازم تبقى حاطط عينك عليه وتعمل التيست بتاع الكي سي ال كل يوم، وتضيف صوديوم بيكلوريت، تمام كده يا جماعه، وتعمل السنترفيوج عشان الناس ما تكسلش انها تعمل الحاجات دي. بكتيريال ديجريديشن از انلايكلي ان ات كلورايد كونسنتريشن، لان برضو كل ما الكلورايد بيبقى اعلى من 100 ملي جرام بير لتر او 100000 ملي جرام بير لتر بتلاقي البكتيريا ما بتبقاش اكتف قوي. طيب لحد كده يا جماعه احنا خدنا النهارده نوعين مهمين جدا من البوليمر، من الطفله اللي هي الكي سي ال والكي سي ال بي اتش بي اي. عرفنا ازاي ان احنا بنعمل انهبشن للشيل بالنوعين دولت. اشكركم جدا يا جماعه واتمنى لكم التوفيق، ويا رب دايما نتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.